وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. طب برضو السد اللي بتكلم عنه هون سد مادي يعني مرئي، يعني المشركين كان دايما يكون في قدامهم سد وخلفهم سد وشايفينه احنا؟ لا، هذا وإنما يتكلم عن سدود، لأنه دائما السد بتعني موانع، موانع في مانع، مانع بيمنع، بيمنع من ايش؟ الآن بيمنع من الإيمان. في سدود، مثل ما في سدود مادية في سدود ايش؟ تتعلق بالجانب النفسي والروحاني عندنا، بيمنعها يعني حتى لو بدها ما تقدر. طيب، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شوي نتوقف هنا ونلفت الانتباه لقضايا. القضية الأولى، مثل ما في قوانين صارمة في العالم، عالم المادة، في عالم المادة في قوانين أخرى تتعلق بالنفس البشرية. مثلا عندما نقول الحديد يصدأ بالرطوبة، الحديد بيصدأ بالرطوبة، والله الإنسان بوضع يعني بوضع باب لبيته، بيجعل باب لبيته بدون ما يدهنه، ولو كان هذا أتقى الناس، أتقى الناس، ولو بقي يدعي الله سبحانه وتعالى مليون سنة يا رب ما يصدأ الباب، بيصدأ ولا بيصدأش الباب؟ بصيبه الصدى ولا ما بصيبوش؟ لأنه هو أصلا قاعد به، هو قاعد، هو هذا الإنسان مش عم بأخذ بالأسباب، هو بيعلم أنه في قانون أنه الحديد يصدأ. وحضرته، حضرته بيقول لك أنا تقي، أكيد الحديد تقي وقريب إلى الله والله بيحبني، أكيد بابنا مش هيصدأ، فيش داعي ندهنه. إيش هذا؟ وما بتلاحظوا أنه قوانين صارمة؟ ما فيها، فيش مزح. والنفس البشرية ممكن تصدأ، ممكن تصدأ النفس البشرية، ذاك قانون يتعلق بعالم المادة وهون قانون ثاني يتعلق بإيش؟ بالنفس البشرية. وتصل النفس البشرية إلى مرحلة، مرحلة من الضلال لا يرجى لها إنابة، ما فيش. مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب الرجل نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب أخرى نكتت أخرى. طيب، وبعدين 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 حتى إيش؟ حتى يسود قلبه. شوفوا هذا التعبير الآن، اسوداد القلب. طب الاسوداد في عالم الحس معروف، طب والاسوداد في عالم المعنى والروحانيات ايش هو؟ المهم الرسول قال فلا ترجى له إنابة، ما فيش مجال. وفي القرآن لمح أكثر من مرة مثلا، بل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن الكسب السابق، على فكرة الكسب السابق هو اللي شوي 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 حتى يغلق تمام، واحيانا بصير ايش؟ كأنه يختم، واذا ختم على القلب انتهى الموضوع. ما احنا غالبا ليش بنختم؟ الختم مشان ما حدا يدخل، الختم مشان ما حدا يدخل. في نفوس بتوصل لدرجة انه يختم انتهى، لا يدخل الايمان. طب ليش؟ قوانين. لذلك الله سبحانه وتعالى بيكشف لنا هذه القوانين حتى لا نقع ونصل لمرحلة انه ما في مجال الايمان. انتم بتصادفوا ناس في حياتكم اليومية تجدوا غير معني بالدين من اصله، احكي له في اي موضوع، احكي له في اي موضوع، احكي له في الاقتصاد، احكي له حول النساء، احكي له حول اي شيء بدك اياه، بس ما تحكيش في الدين. ينفر نفور او بقول لك ما بيعنيش. انت اصلا ما تحكي، في بعض الناس لما تتكلم معاه بتدرك انه هذا بيعنيهوش. طب ليش بيعنيهوش؟ ليش بيعنيهوش؟ طب ما هو اصلا يجب ان يكون السؤال الاول اللي يسأله كل انسان عنده حكمة، انا ليش موجود؟ طب بتاكل وبتشرب مشان تكون موجود، طب ممتاز. ليش؟ لما بوصل في بعض الناس ما بيسأل ليش انا موجود وين رايح، بسألش. طيب مين هو هذا اللي احنا ممكن نحكم عليه بانه انتهى لا يمكن ان يؤمن؟ احنا
كبشر ما عندنا القدرة على أن نحكم على إنسان إنه بل وصل مرحلة الران إطلاقا حتى يموت. وحتى لما بيموت ما إلنا قدرة إنه نحكم أين هو. لذلك ديروا بالكم من القواعد المهمة في الدين، من القواعد المهمة في الدين، لا نستطيع أن نحكم على شخص بعينه من أهل إنه من أهل النار، مين ما يكون شخص بعينه إنه من أهل النار. طب أبو لهب ذاك القرآن قال أبو لهب سيصلى نارا، فمنقول أبو لهب يصلى لأنه في نص عن من الوحي، في نص من الوحي. أي إنسان ثاني قد ما يكون مجرم، قد ما يكون كافر، لا نستطيع أن نقول فلان في النار، لا نستطيع، إنما نقول الكافر في النار، الفاسق في جهنم. شك واضح. أما فلان في جهنم إيش عرفك؟ لذلك إذن إحنا مين هذا اللي بلغ مرحلة الران حتى نتوقف عن وعظه وما نضيع وقتنا؟ انت ما بتعرف. طب مين اللي ممكن نحكم عليه في جنة او نار؟ مش بس على فكرة الجنة ما بنقدر نحكم، النار والجنة كمان. تيجي تقول لي فلان في الجنة ايش عرفك؟ ايش عرفك انه في الجنة؟ المؤمن في الجنة والصادق في الجنة والتقي في الجنة. اما فلان حتى المنتحر شو ماله المنتحر؟ لا طبعا المنتحر كيف بدك تحكم انه في النار؟ المنتحر في النار بس مش فلان اللي انتحر. كمان مرة، المنتحر في النار بس مش فلان اللي انتحر. ليش؟ يعني انا اعطيك امثلة بسيطة. ما هو في جزء نسبة لا بأس فيها من البنتحر وممكن ما تقلش عن 30-40%، بكون في حالة نفسية غير مؤاخذ، بيكون في حالة نفسية غير مؤاخذ شرعا اصلا، وصل الى درجة ناسي النصوص وناسي كل شيء وذاهل عن نفسه، فانت بتحكم على ظاهره انه انتحر، لكن في حين هو مش في حالة طبيعية، في حالة من الاكتئاب الشديد، في حالة انفصام، في حالة كذا، في حالة ايش عرفنا نحن. اما المنتحر بشكل عام عقوبته النار. طب اي منتحر بكون في النار؟ لا ما بنقدر. واحنا لما نقول الشهيد في الجنة واحنا يعني نرجو ان يكون شهيد لانه ظاهره شهيد، بس ايش عرفنا نحن؟ بلكي هو مع هالصف بيتجسس لليهود وراح فيها، ايش عرفنا نحن مثلا؟ تفاصيل طويله، بس احنا نحكم على الظواهر نحن، بس ان نحكم انه انسان هذا في الجنه بدون وحي وانه هذا في النار بدون وحي، هذا ما بيطلع لنا. التقي في الجنه والمؤمن في الجنه والكافر في النار. لحظة، مش فلان، لأنه يوم القيامة في حساب. إيش يعني حساب؟ يعني تناقش الأمور أمام العادل، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، بيسأل بقيم، تقام الحجة عليه مش مقام الحجة عليه، قبل منه ما قبلش، إيش دخلك أنت؟ أنت بلغ القانون والقاضي هو الله. هذه قضية مهمة دير بالكم، إحنا نبلغ القانون والقاضي هو الله، احنا نبلغ القانون والقاضي هو الله، وايش القاضي بده كيف بيحكم احنا ما قلنا، احنا ما قلنا ان احنا ما منميع القانون، احنا منبلغه تماما زي ما هو. ويوم القيامة بقول بلغك القانون، بلغني القانون، تعال نتحاسب. نتحاسب ممكن يكون نتفاجأ احنا، ما هي امرأة سقت كلب فغفر لها وهي كانت زانية، مش هيك؟ ما ندري كيف. ثم الله مطلع على القلوب. فاذا ليش تكلمنا هذا الكلام؟ لانه الله سبحانه وتعالى هنا في السورة لما قال لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون، ان جعل اللي طبعا شرحناها إن